جميل. نكمل معكم عمان اليوم مستمعينا في صباح الخير يا بلادي، وأيضا في هذه الفقرة تحديدا نتحدث عن حلقة عمل عن برنامج منافع، وهو أفكار التنوع الأحيائي تحت شعار تمكين وتعزيز مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة برية عمانية. تفاصيل كثيرة جدا حول هذا البرنامج ونسخة هذا العام مع الدكتورة ثريا بن سعيد السريرية، المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة ورئيسة الفريق الفني للمبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة. معنا باتصال هاتفي دكتورة ثريا، صباح الخير وأهلا وسهلا بك. يسعد صباحكم جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة. حياك الله دكتورة ثريا، نسعد بهذا التواصل معك. يعني مثل ما تعودنا، يعني منافع في كل نسخة يقدم الجديد وأيضا يطرح مواضيع مهمة جدا تخص البيئة وأيضا مجالات أخرى. في نسخة هذا العام نتحدث عن فكرة البرنامج بشكل عام وأيضا الشعار هذا العام. طبعا برنامج منافع هذا العام بيكون بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهيئة البيئة، وراح يركز في شعاره هذا العام مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة برية عمانية، لاستقطاب الأفكار الإبداعية المختلفة اللي راح تساعد إن شاء الله في تمكين وتعزيز وبحث أفضل الطرق لاستدامة هذه المبادرة بإذن الله تعالى. بإذن الله، يعني مبادرة 10 ملايين شجرة، يعني نتحدث عن هذه المبادرة، هي أيضا كشعار بالنسبة لبرنامج هذا العام ورؤيته المستقبلية. طبعا مبادرة 10 ملايين شجرة برية تم تدشينها في عام 2020 بالتعاون آنذاك بين وزارة البيئة والشؤون المناخية وشركة تنمية نفط عمان، وكان الهدف من هذه المبادرة بعد نجاح مبادرة أشجار اللي أطلقتها الوزارة في عام 2016 واللي تهدف إلى زيادة وتحسين الغطاء النباتي خاصة في المناطق الرعوية والمناطق المتدهورة أو المتعرضة للتصحر، أيضا رفع الوعي البيئي بأهمية الأشجار العمانية وأهميتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية وأهمية زيادة المساحة الخضراء وإمكانية الاستفادة من هذه النباتات بالاستثمار الاقتصادي. طبعا مثل ما تعرفوا كثير من النباتات والأشجار العمانية لها فوائد طبية ودوائية، يستخدموها مثلا كملاحل النحالين، ممكن أنه تكون مزارات تثقيفية، مزارات سياحية للسياحة البيئية، أيضا بتعزز المشاركة المجتمعية ومشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة في زيادة المساحة الخضراء في سلطنة عمان والحفاظ على التنوع الأحيائي، لأن مثل ما تعرفوا المساحة الخضراء لها كثير من الفوائد البيئية. يعني مثلا هي تخفض من درجة الحرارة تقريبا، يعني دائما المناطق الخضراء واللي فيها الزراعة الكثيرة دائما درجات الحرارة تكون فيها تقريبا أقل درجتين من المناطق اللي ما فيها الأشجار. غير عن كذا إن هي تساعد في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة كثير كبيرة، فبتقلل من التغير المناخي. هذا بالإضافة إلى أنها تحسن من جودة الحياة، لأنه كثير من الناس تحب دائما تمشي وتعمل رياضتها، وأيضا حتى في دراسات وضحت أن كثير من الناس تحب تسكن في الأماكن الخضراء، عشان كذا دائما المناطق الخضراء يكون دائما سعرها شوية غالي. نعم. فيعني لو جينا نشوف أنه الأشجار وزيادة المساحة الخضراء لها كثير من الفوائد التي لا تحصى ولا تعد سواء بيئيا واقتصاديا واجتماعيا. جميل. يعني دكتورة ثريا، هناك يعني أهداف سامية جدا وأهداف جوهرية لتحقيق هذه المبادرة، فكيف فعلا يعني البرنامج منافع ونسخة هذا العام سيعزز
يعزز كل هذه القيم العليا، وربما يعني تجسد الكثير من المفاهيم البيئية وتعزيز المساحات الخضراء بشكل أوسع. أكيد، لأنه الهدف من برنامج منافع أنه إحنا كيف ممكن نستخدم التنوع الأحيائي، وخصوصاً التنوع الأحيائي الوراثي، بطريقة مستدامة وبطرق مبتكرة أن إحنا نحافظ عليه، وفي نفس الوقت نقلل من التكاليف المالية أو حتى التأثيرات البيئية السلبية اللي إحنا ممكن نستخدمها من الطرق التقليدية الموجودة. نعم. فمن خلال استخدام برنامج منافع، ومن خلال استقطاب للأفكار الإبداعية اللي موجودة، خصوصا لو إحنا جينا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي ودور الذكاء الاصطناعي الحين في عديد من المجالات. يعني أمس كانت في تقرير صادر عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في السلطنة، واحدة من استخداماتها والناجحة كانت في الزراعة. نعم. يعني الشيء مثلا اللي لو جينا احنا نشوفه اكبر تحدي عندنا في السلطنة، واحنا طبعا في منطقة تعتبر جافة وشبه جافة، قلة الامطار. فلو جينا احنا نزرع 10 مليون، هذه تحتاج الى كميات كبيرة من المياه. نعم. فاحنا ما نريد ان احنا نهدر او نستخدم كميات كبيرة ممكن تأثر على مخزون المياه اللي موجودة. فلا بد ان احنا نتطرق ونبحث عن طرق جديدة اللي تكون فيها استخدامات المياه قليلة، او مثلا ممكن ان احنا نستخدم اللي هي مياه المعالجة، فبدل مثلا هدرها ان احنا ممكن هذه المياه المعالجة يتم استخدامها في الزراعة. في طرق الحين جديدة كثيرة موجودة على مستوى العالم تقلل من كمية المياه، اللي هي مثلا عندنا الووتر بوكس اللي هي صناديق المياه. هذه ممكن انه احنا نزرع فيها، يعني نحط فيها الشتلة. نعم. ونحط فيها كمية مياه، هذه كمية المياه ممكن تظل أشهر مع الشتلة لحد ما تكبر. طبعا تكون في متابعة، فبدل ما نسقي الشتلة يوميا وكم بيكلفنا من المياه، راح نسقيها يمكن كل 6 أشهر مرة واحدة. والجميل أيضا وسبحان الله أن الأشجار البرية أغلبيتها ما تحتاج إلى كميات مياه كبيرة، أو أنها تحتاج إلى يوميا. يعني هي يمكن أول سنتين بتحتاج إلى سقي لفترات متفاوتة. نعم. وبعد كذا خلاص هي تعتمد على نفسها وتعتمد على المياه الجوفية اللي موجودة. فهذا يعني راح يقلل كثير، يعني بيكون عندنا طرق مبتكرة لاستخدام المياه، طرق مبتكرة للزراعة، طرق مبتكرة لاستخدام الأسمدة العضوية، ممكن نحن نستخدم الطاقة المتجددة. يعني بيكون في أشياء كثيرة مبتكرة إحنا ممكن نستخدمها في هذه المبادرة بإذن الله. جميل جدا، يعني مع تعزيز كل هذه التقنيات يختصر لك الكثير يعني من الجوانب الزمنية وحتى الجهد والمال. أكيد. بكل تأكيد يعني دكتورة ثريا، أكيد هناك يعني من يعني يلقى اهتمام بكل هذه الجوانب، فكيف ممكن أن يعني يلتحق أو يشارك الفرد في هذا البرنامج، وإن كانت هناك فئات معينة أيضا من تود المشاركة؟ طبعا هو باب التسجيل مفتوح في ويب سايت موجودة على برنامج منافع في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالنسبة تابع لمركز موارد. ممكن الفئات المدعوة للمشاركة جميع العمانيين والمقيمين على أرض السلطنة، من فئات وشرائح رواد الأعمال، الباحثين العلميين، أخصائيين المحافظة على الحياة الفطرية، المبرمجين، المبدعين، المسوقين. جميل. يعني كل من عنده أي شغف أو عنده أي هواية أو عنده أي أعمال في هذا المجال أكيد هو ممكن يسجل إن شاء الله. نعم، هناك مجالات مختلفة أيضا للتقدم والمشاركة في هذا البرنامج دكتورة. أيوة، هو يستمر باب التسجيل تقريبا إلى 7 أغسطس، وممكن تقديم الطلب مثل ما ذكرت عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني لمركز موارد. نعم. في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. طبعا في شروط محددة
مثل ما ذكرت أنه يكون المشارك عماني أو مقيم على أرض السلطنة الغالية، ومن الفئة العمرية من 18 سنة وما فوق، ويكون التسجيل ضمن فريق عمل يتراوح بأعضاء بين 2 إلى 4. نعم. وما يكون الفريق فاز في النسختين السابقتين من منافع. نعم. طبعا كان في نسختين سابقتين أيضا، فما يكون أنه هو فازوا أو أحد أعضاء فاز في النسختين من هذا. نعم. وبخصوص الفكرة، أنها تكون فكرة اللي يتقدموا فيها أنها تكون واقعية وقابلة للتطبيق ومبتكرة، لأن هذه الفكرة بعد كذا إن شاء الله راح يعني راح ينعمل عليها في مركز الابتكار وغيره، على أساس أنها تتحول فعلا إلى حقيقة. جميل. وإلى تطبيق وإلى استثمار بإذن الله، أو إلى شركة حتى ممكن تكون. نعم. وأيضا المواد اللي راح مثلا يجيبوا فيها الأفكار لازم تكون مستخدمة أصيلة أو مسجلة في سلطنة عمان، ولا يجب أن تخضع لأي حقوق ملكية فكرية، يعني لازم تكون ملكية فكرية لصاحب الفكرة نفسها. نعم. ما يكون في أحد صاحب ملكية فكرية لأحد ثاني إن شاء الله. بكل تأكيد. والهدف الأسمى أنه تترجم كل هذه الأفكار بعد التقييم وانتقائها وفرزها في نهاية الأمر، أن تترجم إلى الواقع الفعلي بما يخدم الأهداف الموضوعة من هذا البرنامج، وتحديدا نسخة هذا العام. هل هناك ما تود إضافته دكتورة ثريا؟ مجالات الأفكار اللي ممكن يتقدموا فيها الشباب، طبعا أنا مثل ما ذكرت هي 10 مليون شجرة برية، مش بشجرة برية، هي حتى عندنا أشجار القرم الحين أضفنا لها. واللي حاب أضيف أن مبادرة الأشجار صارت من أهم المبادرات على المستوى الوطني والدولي أيضا. نعم. خصوصا الحين مع إطلاق الأمم المتحدة لعقد تأهيل الأنظمة البيئية اللي راح يستمر من 2021 إلى 2030، واللي من أهم برامجه اللي هي الاستزراع، وأيضا من أهم الأشياء اللي ركزوا عليها الابتكار والإبداع في عملية الاستزراع ومشاركة الشباب في هذه المجالات. فبرنامج منافع راح يكون جدا مهم من هذه الناحية، تعزيز أهداف التنمية المستدامة. فممكن يكون المتقدمين يفكروا في التطبيقات اللي راح تساعد على أنظمة الزراعة أو الإنتاج الذكي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منتجات الأسمدة العضوية، كيف إحنا ممكن نستخدم هذه الأشجار اقتصاديا من غير ما نأثر عليها، يعني أنها تكون مستدامة. نعم. منتجات نظيفة، منتجات صيدلانية، مكملات غذائية، منتجات مكافحة للآفات، يعني أو تدوير المخلفات، تقنيات الجديدة، منتجات غذائية مبتكرة وغيرها. أيضا بالنسبة لي أيوة. أما بالنسبة لمراحل البرنامج، طبعا تم الإعلان عنه في 1 يونيو، باب التسجيل فتح في 6 يونيو، 8 أغسطس راح يكون الإغلاق، و 14 يونيو بيكون في طبعا لقاء تعريف افتراض اليوم، أو بيكون مبث مباشر على جميع مواقع مركز موارد. نعم. 19 سبتمبر بيكون في ورشة تحضيرية للفرق المختارة. في نهاية سبتمبر راح يكون ماراثون الأفكار لمدة 48 ساعة. وبيكون بعد كذا بيكون في تحكيم الأفكار، و 29 سبتمبر راح يكون إعلان الفائزين أو الفرق الفائزة بإذن الله. والعام القادم راح يكون الحاضنة العلمية للأفكار الفائزة. نعم. ومسرعة الأعمال إن شاء الله. جميل جدا. إذن حسب هذه المجالات المطروحة، الآفاق رحبة واسعة جدا والفرص كثيرة للتنافس وتقديم الأفكار بما يخدم كل هذه الأهداف. وإن شاء الله نتحدث يعني مستقبلا عن واقع هذه الأفكار، وكيف ممكن فعلا أنها ساهمت أو تساهم في خدمة وترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع. رجاءنا لكم بالتوفيق، ولكل أيضا المشاركين والمتقدمين للمشاركة في هذا البرنامج نسخة هذا العام من برنامج منافع. كل الشكر لك دكتورة ثريا على هذا التوضيح والتفصيل حول نسخة هذا العام من برنامج منافع. شكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى كل النجاح والتوفيق لبرنامج منافع ولجميع
المشاركين سواء في برنامج منافع وأيضا جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة. شكرا لك دكتورة ثريا ويومك سعيد. يومكم أسعد. حياك الله. إذن الدكتورة ثريا بنت